حول هذا الموضوع معنا في استديو مركز الأخبار المحلل في الشؤون الاقتصادية دكتور يوسف المشعل. مرحبا بك دكتور. أهلا بك. طبعا بداية اليوم هذا المنتدى العالمي يمثل رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وهي التي ترتكز طبعا على دعم القطاع الخاص ومشاركة القطاع الخاص في دعم يعني الكوادر البحرينية ويعني رواد الأعمال البحرينيين. ما أهمية مثل هذا المنتدى اليوم؟ طبعا رؤية البحرين 2030 اعتمدت على أعمدة معينة ومهمة، أهم هذه هو جعل القطاع الخاص هو المحرك الأساس للاقتصاد البحريني، وهذه المنتدى والمعرض اللي يأتي على جانب هذه المنتدى يعطي دور لريادة الأعمال للمواطن البحريني والوصول لتنمية مستدامة في قطاع الإبداع وقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة. طبعا هذه هو يعتبر المنتدى هو النسخة الثانية من منتدى رواد الأعمال العالمي. نعم. والنسخة الأولى كانت في 2015، و2015 كان في تقريبا 86 دولة حاضرة، وصدر عنهم ما يسمى بإعلان المنامة. إعلان المنامة هذا نوقش في الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتمد على أن في البحرين هناك نموذج يحتذى به لرواد الأعمال. ما رأينا في هذا المنتدى وعلى جانب هذا المنتدى هناك المعرض. نعم. معرض لرواد الأعمال البحرينيين وكان بدعم كبير من تمكين. هناك الكثير من الإبداع في الشاب والشاب البحرينية، هذا ما كان موجود في هذا المعرض وهذا ما نتمناه في المستقبل. الحكومة وفرت جميع الوسائل، جميع ما هو مطلوب للشاب والشاب البحريني للإبداع، للدخول في معترك الحياة العملية. هناك كثير من الأمور ما وفرتها الحكومة. آخر شيء هو ما يسمى بسجلي، وهو يستطيع المواطن البحريني بالحصول على سجل بدون عنوان والعمل من خلاله. هناك الكثير من التشريعات التي وجدتها الحكومة. إذا تكلمنا عن أن هناك تشريعات، هناك معرض ناجح، هناك منتدى عالمي أثبت قدرته وأثبت وضع المملكة البحرين في استقطاب أو بناء شراكة بين القطاع الخاص وبين رواد الأعمال، نتكلم عن هل الثقافة اليوم أصبحت متواجدة بشكل كافي لوجود تناسق بين القطاع الخاص وثقة في القطاع الخاص من قبل رواد الأعمال أو من قبل المواطن ومن يبحث عن عمل؟ هذا صحيح، تجدينه في هذا المعرض. نعم. هناك الكثير من الإبداعات. هناك شخص قرر أن يدخل في تربية النحل وعمل العسل، هناك شخص من دخل في الإلكترونيات، هناك شخص من دخل في الطباعة والفنون الجميلة. كثير من هذه الإبداعات، في كثير من الإبداعات تحتاج إلى مجازفة، تحتاج إلى أن دخول الشاب والشاب البحرينية في داخل هذا المجتمع العملي في داخل القطاع الخاص. الحكومة وفرت لكم كل ما تريدون. هناك أرض خصبة، هناك أرض. نعم. آمنة طبعا، وهناك تمكين التي وفرت لمن يريد الدخول في هذا العمل، في العمل الخاص،
أن توفر له الدعم المالي والدعم الإداري والدعم العملي لهذه الشيء. نعم بالفعل اليوم تمكين قد استطاعت أن تكسب ثقة رواد الأعمال وأن تقدم الدعم والمساندة لهم بطريقة مختلفة وطريقة تتناسب مع طموحاتهم كرواد يعني أعمال. آخر شيء يعني لهذه لكل شاب وشابة. نعم. الدخول في العمل الخاص هو كما ركوب الدراجة. نعم. في البداية هو صعب وهناك مطبات وهناك أخفاقات وهنا، لكن في النهاية ستصل إلى أن تركب هذه الدراجة وتسير بخطى سلسة وخطى سهلة وتعمل ما تريد وتبدع في عملك لنفسك ولوطنك. نعم ربما بهذه الرسالة التي وجهها الدكتور مشعل لكل من يرغب في خوض مجال ريادة الأعمال. نشكر لك المحلل الاقتصادي الدكتور يوسف المشعل، شكرا جزيلا. شكرا لكم.